كنا في الفراش فيه 101 كومبوزيشن كاين اي نوت سوليوشن باش تقدر يمونطو لي كرا بلي انطلاق العملية رقم اليوم قمنا بزيارة سلسلة من المشاريع الخاصة بقطاع الطاقة، أولها إعطاء إشارة انطلاق إيصال الكهرباء الغاز لحي أول نوفمبر 1954 بن قسام مركز لفائدة 71 عائلة، ثم مشروع وضع حيز الخدمة لشبكة إيصال الكهرباء بفران لفائدة 67 مسكن، ثم عندنا مشروعين هو اعطاء انطلاقة الاشغال كذلك لايصال الكهرباء لفائدة 56 مسكن بالبور خصيصا بحي رحماني وبحي الامير عبد القادر ببريد انقوسه.